بالضبط غادي نشوفوا كيفاش نقدروا ناكسيديو البروبرتيز ونيفو ديال البروتوتايب ملي كنخدموا بالهيريتاج. اوكي دونك الدرس ديالنا هادي تقريبا هي الليست ديال داكشي اللي غادي نمشيو عليه في هاد الدرس. نبداو باول حاجه مين كنبغيو حنايا نكرييو واحد الكونستراكتور كنخدموا بواحد الفانكشن عاديه. مي مين كنبغيو نعطيو واحد البروبرتيز اللي هما خاصين بداك الكونستراكتور كنخدموا بديس كيورد. غادي نديرو اكزامبل مثلا غنكرييو واحد الفانكشن هنايا غنسميها سكول ولا نسميها يونيفرسيتي. هاد الكونستراكتور هاد الفانكشن اللي كرييته هنايا غادي نقدر كرييه منها واحد الانستانس. غنعطي واحد نخدم بالديس كيورد وغنعطي واحد النيم وغادي نعطي واحد الفاليو اللي هي هارفارد. اشنو طرا هنا اكزاكتلي؟ مين غنجي هنا وغادي نكري واحد الانستانس جديده وغنسميها مثلا يونيفرسيتي 1 وغنخدم بهذا النيو كيورد وغندير يونيفرسيتي. اشنو غادي تكري ليا؟ واحد الكونسول لوغ لهاد يونيفرسيتي 1 غتشوفو كوم كوا غتكري لي واحد الاوبجيكت وبواحد البروبرتي نيم وهارفارد. يعني بار ديفو اون فوا كريت واحد الانستانس جديده بهذا النيو كيورد كريت لي واحد الاوبجيكت وفيها واحد البروبرتي نيم وفيها كفاليو هارفارد. الا مشيت حتى كريت واحد اليونيفرسيتي 2 افيشي ثاني غنشوفكم كوا كريا ليا واحد الاوبجيكت واحد اخر فيه نيم وفيه كفاليو هارفارد. اللي طرا هنايا كو فين ما غنخدم بالنيو كيورد وغنخدم بالكونستراكتور غياخد بار ديفو واحد البروبرتي جديده. يعني هنا عندي جوج ديال الاوبجيكت وكل وحده فيها واحد البروبرتي نيم ثانيه تاهي فيها بروبرتي نيم. يعني هادشي اوتوماتيكمون كيتستوكا او نيفو ديال لا ميموار. يعني دي زوبجي جداد من كل انستانس هنا وفيهم داك نيم باغ ديفو. ولكن عندنا حاله اخرى من غير الديسك من غير الديسك كيورد هادي بروبرتي ديفينيناها باغ ديفو في الكونستركتور. كاين الحاله الثانيه اللي كنأجوتيو البروبرتي البروتوتايب وغنشوفوا شنو هو لافونتاج ديالها. ماشي ديما خصنا نخدموا بها بهذه الطريقه وماشي ديما خصنا نزيدوا واحد الميثود في البروتوتايب وغادي نشرحوا علاش. غنكومونتي هادشي كامل ونمشي للكاتشانيه. يعني غادي ناجوتي ماشي غناجوتي ميثود مي على الاقل غادي نزيدوا واحد البروبرتي او نيفو ديال البروتوتايب لان حنا الكلوله اللي خدمناها هي زدناها بالديس. دابا غادي نزيدوها او نيفو ديال البروتوتايب. يعني غنحيد الديس نيم من هنا حيتها غادي نزيدها او نيفو ديال البروتوتايب يونيفرسيتي غنأكسي ديال البروتوتايب وغنزيد البروبرتي نيم وغادي نعطيها هارفارد. اشنو غادي يطرا هنا؟ غادي نافيشي الاولى كتشوفو كوم كور عندي واحد الامبتي اوبجيكت اوبجي خاوي. يعني ماشي فحال القبيله من درنا الديسك كيبورد كان عندي اوبجيكت عامر يعني فيه النيم بروبرتي ولكن غنقدر نأكسي ديال النيم اللي ما كايناش اللي ما كايناش وركزوا معايا اللي ما كايناش في الكونستركتور هنايا الوسط مي كاينه في البروتوتايب. لافونتاج ديال هادي كو انت ملي كتبغي ملي كتخدم داك الديسك كيورد اوتوماتيكمون داكشي كيمشي في لا ميموار باي ديفولت. اون فوا كتكري واحد الاوبجيكت كيجيب كاع دوك البروبرتيز وكيكريهم لك. باغ كونتر هنا تيكون غي او نيفو ديال البروتوتايب وغنشوفوا علاش خصنا نخدموا بها بحال هكا. دونك ملي غنمشي كاع وكريت واحد الاوبجيكت جديد بهاد الكونستراكتور يونيفرسيتي ديما عندي اوبجيكت اللي كيبان لك خاوي. باغ كونتر او نيفو ديال البروتوتايب ديالو كاينه هذيك نيم اللي نقدر ناكسيديو لها. يعني هنايا مين كنخدم بهاد النيم او نيفو ديال البروتوتايب كنكون متاكد بان الفاليو ديالها ما غاديش تشونجا ديناميكمون. ماشي بحال هاد الكا بحال هاد الكا مثلا انا غادي ندير نيم هنايا وغنخدم بديس نيم وغنخدم بهاد الارغيومنت اللي هو نيم وغنجيو غنبدل الفاليو ندير هنا مثلا هارفارد وهنا نمشي وندير اوكسفورد. كتشوفوا كوم كوا بان هذيك الفاليو ديال النيم كتقدر تشونجا. كنخدم بهنا بالديس كيورد وكندير واحد البروبرتي بهذه الطريقه كنقدر نتحكم في الفاليو ديالها وكنشونجيها من هنا. بعد الخطرات ما كنكونش باغي نشونجي الفاليو. فاش ما نختار كنقصد بهذه بعد الخطرات غنشوفو كاريال. الكاريال السيدي هو نقدر ناجوتي واحد الميثود او نيفو ديال البروتوتايب وهذه تقريبا غنزيدوها او نيفو ديال البروتوتايب من الاحسن ما نزيدوهاش او نيفو ديال الكونستراكتور. كاينين دي كا فين الميثود خاصها تزاد او نيفو ديال الكونستراكتور ولكن في الغالب من الاحسن نزيدوها او نيفو ديال البروتوتايب باش نكونوا متاكدين بان اون فوا نكري واحد انستانس جديده ما غاديش تشونج عليا هذيك البروبرتي. يعني في هذا الكا نقدر نزيد مثلا هذا الفانكشن يونيفرسيتي نطلع هادشي الفوق غنزيد واحد يونيفرسيتي هيدا الديس نيم نرجع للكا ديال القبيله دابا البروتوتايب نيم نخليها هارفارد
وهنايا غادي نجي اسيدي وغنخلي نيت في البروتوتايب وغنزيد واحد الميثود مثلا get name. get name ونعطيها ك value. دونك واحد anonymous function اللي غادي تبعثوني ليا مثلا غير name ديال اليونيفرسيتي. غنخدم this name ايمن غادي ندير واحد الكونسول لوك. ابا دابا افيشن كبير الانستانس ديالي هنايا ما بقاش كنبدل هنا دونك هافرت غنحيدها لانه مابقاش ديناميك. وغادي نافيشي يونيفرسيتي 1 كتشوفوكم كوا افيشيت ليا امتي اوبجيكت مي بال بروبرتيز ات دي اونيفو ديال بروتوتايب ماشي اونيفو ديال كونستراكشر. غنمشي هنا وغندير نيم نيم افيشيت ليا هارفارد. الا بغيت ناكسي ديال لا ميثود غناكسي ديال هاب جيت نيم اي افيشيت ليا هارفارد. يعني انا متاكد بان هاد جيت نيم ما غاديش نشوج لها الفاليو اونيفو ديال البروغرام ديالي. داكشي علاش من الاحسن الا كانت عندك ميثود تزيدها اونيفو ديال بروتوتايب احسن ما تزيدها اونيفو ديال كونستراكشر. فين ما غنكريين واحد الانستانس جديده ما غاديش تشونج عليا داك الفاليو. اوكي دونك سالينا مع هاد ادمنتس تو ذا بروتوتايب غنحيد هادشي. دابا غادي نشوفو كوم كوا مين تبغي اوغمونتي السايز. ركزوا معايا مين تبغي تزيد في السايز ديال البروتوتايب. يعني هنا زدنا واحد الميثود زدنا واحد البروبرتي مين تبغي تزيد واحد في السايز يعني تزيد في السايز ديال البروتوتايب. ليريتاج الا كان فيهم واحد ليريتاج ولا كان فيهم واحد الليامه بيناتهم كيف ما قرينا في الدرس اللي فات ديما دير داك اللينك هو الاول عاد باش تزيد السايز. عاد نشرحوا هادشي. عندي هنا مثلا واحد الفانكشن وغادي نسميها مثلا عندي ستودنت ما غادي نعطيها حتى شي فاليو وصل الكونستراكتور. ومثلا خاصني بغيت نزيد السايز جيت نيم ولا جيت ستودنت انفو. غنمشي مثلا ندير هنايا student وغندير واحد الجيت في البروتوتايب ندير واحد الجيت انفو ثم واحد الانونيمس فانكشن وغادي تبعثوني واحد جوج ديال الفاليوز. قبل من هادشي غنعطي هاد ستودنت واحد الفول نيم او نيفو ديال الكونستراكتور لان هاد لي فالو بغيتهم يتشونجو ديناميكمون. دونك غنزيدو هنايا و ايج غنجي هنا غنعطي واحد ديس فول نيم كتساوي لي فول نيم وهنايا غندير ايج. دونك شنو طرا ايج دابا زدت هاد الميثود سميناها جيت انفو وبغيتها دابا تشوفني ليا ندير واحد ريتيرن ذا ستودنت ذا نيم اوف ذا ستودنت ولا ندير النيم ديريكتومون ذا انفو وندير واحد بلاس هنا نسميه فول نيم يعني ذس فول نيم بما انني بغيت ناكسيدي الفول نيم اللي كاين في هاد ستودنت. بما انني هنا كبيت واحد الميثود او نيفو ديال هاد البروتوتايب يعني ذيس كيورد في هاد الكونتكست غادي يولي كياكسيدي ليا لهادو. حنا ما نكبي واحد الانستانس جديده غنقدروا ناكسيديو ليهم. ذيس فول نيم نزيد واحد لابار هنا ندير واحد دو بوان ونعطيه الايج ذيس ايج. اوكي الا كبيت هنا واحد الانستانس جديده كونست ستودنت 1 وغنخدم بهاد النيو كيورد ونعطيه student هو الكونستراكتور. بالنسبة لي الفالور الأولى عندي جون دو وبالنسبة للايج عندي 21. جيت هنا ودرت كونسول لوج student 1 اشنو عطاتني كفالور. عطاتني فول نيم جون دو لأن كيف ما قلنا فيما كنزيد شي بروبرتي اونيفو ديال الكونستراكتور اون فوا كنكبي واحد الاوبجيكت فين نقدر ناكسيدي ليهم. علاش انا علاش درتهم لداخل لأن بغيت نشونجيهم ماشي ما بغيتهمش يتشونجيو. فالكان ملي كنديرهم في البروتوتايب اوتوماتيكمون ما كنبغيهمش يتشونجيو. عطاني الفاليوز هنا اللي هي جون دو والايج 21. مي تخيل معايا دابا بغيت انا ناكسيدي اليونيفرسيتي يعني فين كيقرا. نجي هنايا ندير مثلا يونيفرسيتي ندير واحد تيري يونيفرسيتي يعني فين كيقرا هاد ستودنت. وغادي ندير واحد دو بوان نزيد واحد البلاس وندير ديس نيم. واش عنده بعدا لاكسي واش عنده لاكسي لهاد نيم واش عنده هاد لاكسي لهاد نيم. غنشوفو هنا كنشوف عندي واحد الكونسول لوغ بعدا نعيط على الميثود ديالي كونسول لوغ ستودنت 1 الميثود سميتها جيت انفو. اي كنشوفوكم كوا قال ليا جون دو عنده 21 تيري دابا بحال شي ناقص عنده 21 عام واليونيفرسيتي اللي كيقرا فيها اند فاينت. علاش؟ لان باقي ما كرييتش ليا باقي ما درتش داك الريتاج. كيفاش غندير هادشي؟ غنجيب واحد ستودنت قلنا ديما قبل وهنا راه كنركز على قبل يعني كنهضر على مين تبغي دير داك الانهيرتنس ولا واحد اللينك
ما بين student university في هذا الكا خاصني قبل ما نزيد في size قبل ما ندير اي ميثود ماشي نجي من هنا من لور وندير بحال هكا student info ونكري داك اللينك لا من قبل يعني الانهيرتنس كتكون من قبل ما نبغي نزيد في size ديال البروتوتايب اوكي دونك غادي ندير object نخدم object create اللي خدمنا بها في الدرس اللي فات object create وغادي نعطاشيها علاش لهاد university prototype يعني هنا اشنو درت هنا كرييت واحد اللينك ما بين student وما بين university student هو child و university هو parent كيف ما كنشوفوا هنا عطاني هارفارد الى جيت مثلا ودرت اوكسفورد هنايا يعني ولات عندي هاد النيم ولات بارطاجي ما بين university وما بين student وقدرت ناكسيدي ليها من واحد الميثود هنايا دونك نشوفوكم كو اوكسفورد سالينا دابا مع هاد الكلا اخرى ديال inheritance before augmenting the prototype اللي كان عني بيها ديما ليريتاج هنا غنزيد الكومنت عندي هنايا باش يكون واضح ديما ليريتاج قبل ما نبداو نأوغمونتيو السايز راه الا جيتي ودرتيها هنا الا جينا ودرناها هنا لتحت راه غيكون مشكلة دونك غيكون مشكلة ما غاديش نقدرو نأكسيديو لديك الفعل دونك ديما ليريتاج قبل باش نكريو داك اللينك ما بيناتو أو نمشيو لكالا أخرى كيفاش نقدروا نتشيكيو هادشي كنا شفناه من قبل ما غنزيدو نركزو عليه دابا كيفاش نقدروا نتشيكيو واش واحد الانستانس راها ديال كاينه فواحد واش واحد البروبرتي راها كاينه فواحد الاوبجيكت يعني غنشوفو غنخدمو بهاد هاز اون بروبرتي غنشوفو واش واحد الاوبجيكت ديك البروبرتي ديالو خاصه ديالو ولا كاينه غير في البروتوتايب يعني الا باتونات لينا ترو اوتوماتيكمون راه كاينه الا باتونات لينا فولز راه ما كايناش دونك تقدر تكون كاينه غير اون نيفو ديال البروتوتايب دونك غناخذ الستودنت اللي هو الاوبجيكت غنخدم بواحد الكونسول لوغ وغادي ندير has own property واش فيه هاد البروبرتي اش من بروبرتي انا نعطيه نيم قال لي فولز نيم ما كايناش نيم فين كاينه نيم كاينه سيدي في يونيفرسيتي الا جيت هنا وعطيتو مثلا full name يقول لي true إلا جيت وعطيته مثلا age يقول لي true علاش لأن full name و age ها هما كاينين ديجا أبا نعطيه دابا get info ونشوف دونك get info يعطاني false هنا كنتأكد بأن هذا لأن هذا has own property كتعطيك غير لي بروبريتي اللي تكريا أو نيفو ديال الكونستركتور ماشي أو نيفو ديال البروتوتايب باش نتشيكيو واش واحد الانستانس كتنتامل واحد البروتوتايب غادي نخدمو ب is prototype of يعني غادي نجي هنايا وغناخذ البروتوتايب مثلا غناخذ student وناخذ prototype is prototype of اللي هي لا ميثود وشنو هو غناخذ هاد student 1 student 1 هو اللي بغينا نتشيكيو واش كينتمي لهاد student prototype قال لي true غنمشيو كاع وناخذو هاد الكلا اخرى اللي هي university اوتوماتيك موتي عطاني تشو علاش لان كاين واحد ليا ما بيناتهم بما انني كنقدر ناكسيدي لدي بروبريتي هنايا ديال يونيفرسيتي يعني ولا واحد اللينك بيناتهم وهنايا ديما لا ريبونس غتكون تشو علاش لانه كنت شيك هنا الكويشن شنو هي الكويشن واش هاد ستودنت 1 اللي هي واحد انستانس كبيناه هنا واش كتنتمي لهذا البروتوتايب اللي هي يونيفرسيتي الا مثلا مشيت وكرييت شي اون كبي واحد كونستراكتور واحد اخر نسميه مثلا سكول كبي واحد الكونستراكتور ونسميه سكول وما كبيت حتى شي ليا ما بيناتهم واش الا جيت هنايا ودرت سكول بروتوتايب عطاني فولز علاش لان ما كاين لا ليا لا ما بين ستودنت وسكول دونك ديما غادي يعطيني فولز دونك درنا التشيك الاول شفنا هاز اون بروبرتي اللي كتعطينا واش دي بروبريتي كاينين فواحد الاوبجيكت درنا اس بروتوتايب اوف اللي كتشيكي لينا واش داك الانستانس كتنتمي لواحد البروتوتايب ولا نقدروا نتشيكيوها بانستانس اوف يعني شنو غادي ندير هنايا غادي ندير ناخذ هاد ستودنت 1 وغنقول ليه واش انستانس اوف يعني واش كريت هذيك الانستانس مناش من ستودنت اشنو عطاني عطاني ترو يعني هنا غادي نتشيكي واش هاد الانستانس اللي كريتها ها هي واش انستانس ديال هاد الكونستركتور نجي كاع هنا ونعطي يونيفرسيتي يعطاني ترو علاش لان راه كاين ليان بيناتهم يعني راه ايه واخا كريت انستانس هنا غير من ستودنت ولكن بما ان راه كاين واحد اللي كاين واحد البارامتر اللي هو يونيفرسيتي غتبعثوا لنا ليا تشوف
دونك سالينا هنا تشيكينا اون نيفو ديال البروتوتايب تشين ديالنا واش كاينين بروبرتيز ولا لا وعرفنا علاش اوتوماتيكمون ملي كتخدم ملي كتكبي واحد البروبرتي اون نيفو ديال الكونستراكتور اي كتاكسي دي ليها ماشي فحال ملي كتكري واحد البروبرتي اون نيفو ديال البروتوتايب دونك ماشي لي ميم نخدموا بالبروبرتي وسط من الكونستراكتور ملي كنكونوا باغيين نشونجي لهم الفاليوز ديالنا نخدموا بواحد البروبرتي اون نيفو ديال البروتوتايب ملي كنكونوا ما باغيش نشونجيو ديك الفاليو ما بغيناهاش موتي اون نيفو ديال البروغرام Thanks for watching this video.